أحرز فريق سوريا للحساب الذهني المشارك من القامشلي المركز الثاني في البطولة الدولية المقامة في ألمانيا، والتي شارك فيها أكثر من 400 طفل وطفلة من جنسيات أجنبية وعربية، وحصل على فضية وثلاث برونزيات. طبعاً اليوم حققنا هاي الإنجازات بأبطال معروفين على مستوى دول العالم كاملة. اليوم هم أسماء معروفة جداً، هم علامات تجارية، زان العثمان اللي نتحبه، سليمان عبد القادر السلومي، أسماء آزاد سالار خلف، هم أسماء معروفة أصلاً ومعروف هذا التاريخ الخاص بهم من سنوات، فهم حققوا هذه الإنجازات بكل نزاهة وبكل جدارة ورفعوا اسم الوطن عالياً، وسيبقون إن شاء الله يرفعونه في المحافل الدولية كافة. خضنا ضمار هذه المنافسة، طبعاً كانت منظمة أونلاين، شاركنا ب 42 طالب، استطعنا أن نحقق عدة مراكز، الميدالية الفضية وأربع ميداليات برونزية وعدة مراتب. الفريق السوري أحرز المركز الثاني عن طريق البطل زان عثمان في المستوى الرابع، وهو أقوى المستويات، إضافة للمركز الثالث للبطلان أزات سالار خلف وسليمان عبد القادر السلومي، حيث ذكر أن الدول العربية المشاركة في البطولة هي مصر والجزائر والمغرب والإمارات وسوريا والعراق وفلسطين، إضافة لأطفال عرب مغتربين في كل من ألمانيا وهولندا واليابان وبريطانيا. أنا بطل عرب في مصر، أنا بطل عرب في الجزائر والمغرب، أنا بطل عالم على مصر، وحقق هذه البطولة في بطولة يورو ماس، حصلت على مركز ثاني في المستوى الرابع. بطولة أوروبا في ألمانيا وحققت إنجازات كبيرة، حققت المركز الثالث على أوروبا، وهذا فوزي للمغرب. المركز المتقدم جاء ثمرة تمارين وتدريبات متواصلة، حيث عكست النتيجة قدرة الأطفال على المنافسة وتحقيق مراكز متقدمة في أقوى المنافسات.